نايس. السلام عليكم الله وبركاته، كيف حالكم؟ مساكم طيبين يا احلى مبدعين. رجع لكم بمقطع جديد من قناتكم المفضله تي ار 97. فقبل ما نبدا صلي يا الحبيب قلبك يطيب، فلعبتنا اليوم كرت. نعم كرت يا حبيبي، ملك الموز بانانا كينج 2. لا يغرك اسم اللعبه، لا يغرك شكل اللعبه، اتحداك تكمل دقيقتين، وين مو دقيقتين كثير، 30 ثانيه بدون ما تموت. ورب لقبات زي الكلب، فبدون كلام كثير خش. هذا هو واجهة اللعبة، يقول لك هنا الشوب، نشوف القرد. اوه هاي بانانان كينج، هذا خوينا تاجر، وعندنا شخصيات كثيرة ذي 2000 حاليا عندنا 1130 تقريبا، نحتاج لنا 850 كذا. وهذا المظلة، هذا المظلة حاليا اللي معايا، المظلة 3000 قال لك. اوهو المهم علينا من المظلات وهذه الاشياء. شوف فكرة اللعبة بسيطة، تضغط عشان تنقز، وتطول الضغطة عشان تستمر تفتح المظلة، وتنزل وما يجيك شو اسمه النقز ذاك، وبس هذه. بس المشكلة صعب انك لازم تسنتر على نفس المكان، غلطة صغيرة عيد الجيم من جديد يا حبيبي. خش يلا يلا نحاول نجيب افضل رقم، افضل رقم، افضل رقم. قلت لكم لا والله البدايه كانت تسكين، فهذه هو البدايه الحقيقيه. اوه ما ادري، والله حسبت ان الجدار ما ينضغط. ربي يبغى لك سنتر. عبالي شو اسمه ما شوف قال لك انت اللي اكلت يا بنانا يا كينج البنانا، لازم تسوي انك ما تعرف. وقريب قريب قريب، ورب اسماك ذي اللي تخوف. لا ربك حسبت اني كنت بجيب العيد. ايوه ايوه حلوه حلوه، مستمرين. ما ادري ذا وشو. تمام تمام تمام، حلوين حلوين، قريب بيجي عندنا. قريب قريب. طب ايش اسوي عشان اكون سريع؟ اوه قال لك 464 مليون، ما ادري ايش المليون، بس شيء اسطوري يعني، رقم جديد. واو تمام والله كان قريب تجيني. اي طبعا انا المفروض لازم اطلع فوق. ليتس جو، نقدر نقدر. ايوه ايوه جمع جمع اكبر قدر عدد من ال ربي خف. المشكلة بعض الأحيان يسوي لك حركات أنت ما تعرف أنت هو. أيوة أيوة خلينا نستخدم ده، طيرني. المفروض اكمل يا اخي. تمام ما علينا، ليتس جو، نقدر 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 نجيب رقم القياسي كمان. يلا يا شيخ ايزي يا شيخ، لما تتعلم ايزي يا اخي. كينج احنا كينج كينج. اجل كينج اعطانا جوز الهند ذا، ما ادري اذا جوز الهند. محاولة ثالثة، يلا ابلع. ايش ابلع؟ ما في ابلع، انا مسوي نفسك في فايتنج انت. بس برضو خذ لك ابلع موس. ابوج شفت ايش يسوي لك كذا؟ ركز 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 يا ولد،
تمام فوق كمان فوق تمام فوق لا تمام تمام حلوة حلوة صراحة قاعد اتعود ايوه بس يبغى لك تعود يا شيخ بعد ما تتعود اللعبة يصير ايزي عندك ايزي بيزي ايزي بيزي ايزي بيزي ها اول شيء يلا ايوه هو كان يبغاني اطلع اول شيء فوق اول مرة اجرب لا لا اطلع فوق انقز يا ولد يفتح لي المظلة يا شيخ ماني قادر اطلع من 500 فلتس جو بيبي فالحين راح نقدر ان شاء الله صخرة في وسط النقزة Let's go نقدر 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 لما أقول اللعبة ما أقول شيء ما أقول شيء Skip أنت اللي أخلت الموز مسوي نفسك كأنك ما أكلت الموز نقول لك تبلع كل الموزات ها يا أخي طيب إيش أسوي حط لي النقزة بجمع صخرة وانا ايش اسوي؟ اطلع فوق ولا تمام ليتس جو ليتس جو اطلع فوق ايوه كذا الحين طلعنا فوق كيف ايش اللي خلاك تنزل تحت؟ تمام دقيقة ايش رايكم الحين اعتقد عندي لا يا اخي انت لا تاكل موز سوي لك رجيم يا شيخ الاخر جيم دقيقة ذا 1500 ايش رايكم نختار العجوز ذا لانه الشياب لا يكون عندهم خبرة سنين ف نختار ذا وين الشايب وين الشايب يا اخي اختفى جيبوا لي الشايب ايوه هذا هو لا ارخص شيء بس هذه اشترينا ف ليتس جو يا شايب ليتس جو جد المونكي نشوف الخبرة عندك هل عندك خبرة حق ولدك التعبان اللي ياكل كل شوي اعتقد انت اللي علمته انه ياكل موز نوب لا عبالي يوصل المسافة قريبة طلع مو قريبة امشي يا عجوز ايوه ايوه قريبة قريبة ايوه حلوة ايوه حلوة نوب اخي قلب شايب قلب حكيم قلب اختار لك الاخ وين الاخ يعني ما اقدر ارجع الشخصية؟ وات؟ هذا كرت حقي، لا مو هذه وين كرت حقي؟ وين مونكي مونكي حقي؟ ربي نصبوا علي، ادالي بدال المونكي جاب العجوز فاختفى. كثير وهنا وصلنا لنهاية المقطع اعطيني رايك على اللعبة تقدر تجيب 30 ثانية دقيقة وارقون دقيقتين وربي لعبة صعبة فالمهم الى اي لعبة عندك مفضلة زي ما اعيد اقول زي ما اعيد كل مرة اقول لعبتك المفضل اكتبي في التعليقات على اساس نجربها في اقرب وقت فاشوفكم في المقطع الجاي Dum-taka-laka-laka-dum-taka-laka-laka-dum-taka-dum-taka-laka-laka-dum-taka-laka-dum-t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 aka-dum